اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. انا النهارده زهقانه جدا بجد، يوم ممل قوي. انا حتى زهقت من شكلي والفستان بتاعي وطريقه شعري. انا عارفه ان انا قلت ملكه التلج بس برضه زهقانه، بفكر اعمل تغيير. ممكن اروح اشتري مثلا هدوم جديده. بفكر كمان ان انا ممكن اقص شعري. هتقول فكره حلوه قوي. ايه ده؟ صدقوا فعلا فكره جامده جدا لو قصيت شعري النهارده. ممكن بقى اكلم حد من صحابي عشان يجي يقص لي شعري واعمل بقى تغيير جامد قوي. اهلا اهلا، ازيكي يا السا؟ ازيكي حبيبتي، اخبارك ايه؟ وحشه اولف، اخبارك ايه؟ انا كويسه الحمد لله. بقولك ايه، بصي انا عايزه اعمل نيروك وعايزاكي بقى تقصيلي شعري وتغيرهولي تماما. اوكي حبيبتي، ماشي مفيش مشكله. طيب انت عايزه ان احنا نقصه ازاي؟ بصي عايزاكي تقصهولي كله، وعايزاكي تقصهولي جامد قوي عشان اعمل تغيير فظيع. انا عايزه الناس تنبهر كده اول لما تشوفني. اوكي حاضر، ما تقلقيش خالص، هجيب بقى المقص دلوقتي. بقولك ايه، معاكي مقص بس عشان عايزه اروح اقص شعر الملكه إلسا. ايه ده، هي هتقص شعرها؟ هتقصه دلوقتي، فعايزه بقى مقص عشان نروح نتفرج عليه ونشوف يا ترى هيطلع شعرها شكله عامل ازاي بعد ما نقصه. انا متحمسه جدا. اوكي اكيد شكله هيطلع عليها جامد قوي، لان هي اصلا اموره، فلما تقص شعرها صغير هيكون حلو بدل شعرنا احنا الاتنين المنكوش قوي ده. يلا يا اولف، اتاخرتي ليه؟ انا عايز ان انا اقص شعري بسرعه. حاضر حاضر يا حبيبتي، اجيب بس المقص ثانيه واحده واقصلك شعرك تماما. مستعده؟ ايوه مستعده. اوكي ما تخافيش بقى خالص، بجد انا مش خايفه. اهو هتعملي لي ايه في شعري؟ بقولك ما تخافيش. اوكي نجيب بقى الايه، الفرشه كده وهنسرحه بقى كده، بعد كده نجيب المقص ونقص كده. قلبي بيتقطع وانا بقص شعري، مش قادره اصدق. ايه ده، انا قصيته خالص. بصي بقى قصر ازاي. واو شفتي، ده انا قصيتهولي خالص. نقص بقى كمان حتة. واو بصي بقى ظبطهولك كده اهو، ونعمل لك بقى نيو لوك جامد قوي. طب انا واصحابي قاعدة العاب الاطفال عشان نشوف ايه اللي هيحصل. بليز ما تنسوش ان انتوا تعملوا ايه، لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. توحشوني قوي يا اصحابي، باي باي.